بنصبح لحضراتكم مرة تانية وأهلا بكم من جديد. دلوقتي خلونا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، وهنشوفها دلوقتي مع بعض. الدولار الأمريكي 19.75 قرش للشراء، وللبيع 19.07 قروش. أما بالنسبة لليورو ف 19.41 قرش للشراء، 19.50 للبيع. جنيه استرليني 23 جنيه 15 قرش للبيع، و 23 جنيه و5 قروش للبيع. أما الفرنك السويسري فللشراء 19 جنيه 88 قرش للشراء، وللبيع 19 جنيه و97 قرش. خلونا نشوف مع بعض دلوقتي اليوان الصيني، واللي بيسجل للشراء 2 جنيه و82 قرش للشراء، وللبيع 2 جنيه و83 قرش. ريال سعودي شراء 5 جنيه و7 قروش، وللبيع 5 جنيه و9 قروش. دينار كويتي للشراء 62 جنيه و15 قرش، وللبيع 62 جنيه و49 قرش. درهم إماراتي شراء 5 جنيه و19 قرش، وللبيع 5 جنيه و27 قرش. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، عيار 18 سجل 917 جنيه، عيار 21 سجل 10070 جنيه، عيار 24 سجل 1223 جنيه. أما الجنيه الذهب سجل 8560 جنيه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان النهاردة في فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومناطق في جنوب سيناء. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده هيخلي إحساس بدرجات الحرارة أعلى من المتوقعة بدرجتين إلى 4 درجات. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة المتوقع 35، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.